We discuss how we can strengthen the bilateral relation, especially on the economic. نعمل على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي. أكدت للسيد الرئيس أن علاقتنا قوية جدا في شقها السياسي، وعلينا العمل أكثر لتعزيز التعاون الاقتصادي على غرار المبادلات التجارية والتعاون الطاقوي التي من شأنهما أن تعززا مستوى علاقاتنا الثنائية. إضافة إلى هذا، تحدثت بشكل معمق مع السيد الرئيس عن كيفية العمل بشكل ثنائي للدفاع عن القضايا العادلة والإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية. هذا أهم ما تناولته خلال لقائي مع السيد رئيس الجمهورية. Thank you very much.